من الإسماعيلي نروح للاتحاد السكندري، وعايز أتكلم عن التألق أبناء زعيم الثغر تحت قيادة فنية للمدير الفني القدير المخضرم الكابتن طلعت يوسف. بصراحة الاتحاد بيؤدي بشكل أكتر من رائع، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العربي. الفريق بيترقب قرعة الدورين ربع ونصف نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال، واللي هتجري يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله بالرياض. نتمنى مواصلة الانتصارات في الرياض، ونتمنى مواصلة الانتصارات وفوز الإسماعيلي أو الاتحاد بهذه البطولة. يمكن كان طلعت يوسف لازم نتكلم ولازم نديله حقه، قادر يعمل توليفة بيحقق بيها نتائج اللي هو عايزها. شفنا إيكوي لعيب كبير جدا، شفنا رزاق سيسي بيأدي بشكل كبير، أحمد رفعت بيرجع مرة تانية يستعيد فورمته، خالد قمر بيرجع بيسجل أهداف وبيرجع يستعيد فورمته مرة تانية، بيرجع بقى مرة تانية للعصر الذهبي زي ما كان بيلعب في اتحاد الشرطة. يعني كل دي بترجع أو بتحسب لمين؟ لواحد من المديرين الفنيين الكبار كابتن طلعت يوسف، اللي كنا لازم نديله حقه ونقول أن الشكل اللي ظاهر بيه الاتحاد السكندري في الدوري أو في البطولة العربية شكل كبير يستحق التحية والتقدير للمدير الفني المخضرم كابتن طلعت يوسف.